سيادة الفريق شاكرين جدا لهذه الرحلة المميزة اللي بنتعرف فيها على طريقة العمل في قناة السويس. وحضرتك اشرح لنا دلوقتي احنا هنتجه للقناة الجديدة بأي طريق؟ هو احنا برضو عايزين نقول ان احنا نتخيل ان احنا ما كانش عندنا غير هي القناه دي بس. هي دي القناه، فما كانتش السفن كلها بتيجي كلها في اتجاه واحد بس، يعني لما اتجاه من الشمال للجنوب لما من الجنوب للشمال، وكانوا بينتظروا بعض في البحيرات. وكان الانتظار قد ايه؟ 11 ساعه لمده كبيره جدا. فلما اتعملت قناه موازيه للقناه دي بقى اصبح عندنا قناتين، قناه بتاخد السفن من الشمال للجنوب اللي احنا موجودين فيها دلوقتي من بورسعيد للسويس، والقناه الاخرى اللي هي الجديده اللي افتتحت في 2015 افتتحها سيادة الرئيس، دي بتاخد السفن من الجنوب للشمال. نوصل بين القناتين دول الجديده والقديمه ببعض قنوات جانبيه، 4 قنوات جانبيه، علشان سفن الخدمات اللي بتعدي في من مكان لمكان، او سفن المرشد، سفينه مرشد تعدي، لانش المرشد يعدي من هنا لهنا عشان يطلع على مركب وينزل مركب. فكانوا مهمين القنوات. فاحنا هنعمل نفس الموضوع ده، احنا في قناه السويس القديمه دلوقتي هنخش في قناه جانبيه ونطلع على قناه السويس الجديده ان شاء الله. ودايما بنحب نسال حضرتك عن طبيعه السفن والبواخر العابره للقناه، ايه نوع البخر؟ كل دي سفن الصب بقى، يعني احنا بنتكلم كل ده في سفن الصب، يعني عندنا حاويات وعندنا صب وعندنا سفن بترول وسائل مسال، فدي من ضمن السفن الصب. بتغطي يعني مجالات كثيره جدا. المنافسة أصبحت شديدة جدا في مجال النقل البحري، في طبعا قنوات مائية مهمة على المستوى العالمي، منها مثلا قناة بنما وأيضا قنوات أخرى وطرق أخرى. ده بيبرز أهمية التسويق. إحنا حسيتنا قد إيه من هذا السوق الكبير؟ إحنا من سوق التجارة العالمية بيعدي عندنا من 8.5% من التجارة العالمية بالكامل، بيعدي عندنا 25% من الحاويات كلها اللي في العالم، بيعدي عندنا 100% من الحاويات اللي جايه ما بين اوروبا واسيا. فاحنا واخدين سوق كبير جدا جدا جدا. يعني احنا المجرى الاهم للربط بين اسيا واوروبا. هو الاهم، هو الاقصر، هو الامن، كل حاجه يعني. وعلاوه على ان احنا برضو بنتواكب مع الاحداث، يعني زي ما حضرتك يمكن السؤال احنا ما كملناهوش بتاع ازمه كورونا والبترول بتاع ده، احنا عملنا تخفيضات للسفن اللي جايه من غرب اوروبا لشرق اسيا حوالي 17% تخفيضات. عشان أزمة كورونا عملنا للسفن اللي جاية من الساحل الشرقي لأمريكا للفار إيست برضو عملنا لها 75%، دي نسبة كبيرة جدا، بس هي محسوبة ان هو ده لو ما عملتش انا كده المراكب دي مش هتعدي من عندي. فانا عشان كده احنا اكتسبنا، عايز اقول لحضرتك ان احنا جبنا 150 سفينه زياده ما كانتش بتمر في قناه السويس بسبب التخفيضات اللي احنا عملناها كده. وعشان كده برضو احنا السنه الماليه دي اللي هي 2019 2020 احنا عملنا 828 سفينه زياده عن السنه اللي فاتت بالرغم من ازمه كورونا. ده كان كله بشويه حوافز احنا عملناها ودراسه جيده، دراسه للسوق جيده، دراسه للشيب بيلدينج، التعامل مع التوكيلات، التحدث معاهم، معرفه مشاكلهم، حاجات كتير جدا. كان مثلا في حاجه من ضمن الحاجات ان السفن اللي كانت بتيجي فارغه او يعني كانت بتعدي مليانه او تعدي من الجنوب مليانه وترجع فاضيه او العكس، يعني كنا بناخد عليها نفس الرسوم بتاعت عبور السفينه ثابت. فلقينا ان السفن وهي فارغه ما بتعديش من عندنا عشان هيدفع رسوم كتير والسفينه فاضيه فش بضاعه، فاحنا عاملين تخفيضات للسفن اللي هي برده الفارغه، ودي برده عمليه جذب. كل ده الحمد لله السنه دي احنا ما قلناش، بالعكس احنا زدنا عن السنه اللي فاتت، وده لوحده انا اعتبر ان ده فخر. واللي عمل ده حاجه جيده جدا ان احنا في الظروف الصعبه دي اللي احنا فيها اللي احنا نعدي 828 سفينه او 829 سفينه زياده عن السنه السابقه. احنا معدين السنه دي على فكره 19300 سفينه، السنه اللي فاتت كانت 18700 سفينه. كيف يمكن ان نزيد من حصه قناه السويس في السوق العالميه؟ ايه البرامج التسويقيه الاخرى اللي بتفكروا فيها لتطبيقها واجتذاب اعداد اكبر؟ احنا دايما بندرس الشيب بيلدينج، السفن هتبني حمولتها قد ايه، حجمها قد ايه، والغطس بتاعها قد ايه، وبنشوف احنا نقدر نتعامل مع الكلام ده ازاي. دايما بنقول ان احنا جاهزين لاي سفينه انها تعدي عندنا في قناه السويس، بندي حوافز ونشوف الطرق ونتكلم معاهم ونعدل. احنا عدلنا كذا مره في موضوع الحوافز ده، ما كناش جامدين يعني احنا يمكن بدانا السنه ان احنا قلنا هنزود 5% لسفن الصف الجاي بتاع، احنا نزلنا يعني قصدي احنا مش متجمدين. لما بنلاقي ان السوق بيتغير احنا بنتغير معاه للمصلحه طبعا البلد والاقتصاد بتاع البلد. بنشوف برضو القنوات الاخرى التنافس فيها عامل ازاي، بنزور القنوات الاخرى ونشوف بيعملوا ايه. يعني اقول لحضرتك يعني قناه بنما السنه دي عشان ازمه كورونا يعني حصل عندها عجز او انخفاض في الاراض 40% عن السنه اللي فاتت. احنا اراضي السنه دي زي السنه اللي فاتت يقل عن 5 يقل
5% عن السنه اللي فاتت الايراد، لكن عدد السفن زاد تقريبا زي هو طفيف جدا يعني. يعني هو فده كله جه منين؟ ان احنا بندرس كويس، بنتحادث مع التوكيلات ومع العملاء، بنعمل حوافز، بنشوف القنوات الاخرى البديله، ودايما بنتكلم على القنوات البديله ونقول هي ايه بالنسبه لنا. احنا القنوات كلها منافسه بالنسبه لنا، احنا بنشوف يعني ما نقدرش نقول لا مش منافس وخلاص ونسكت ونغمى عينينا، لا احنا كل قناه بيعلنوا عنها احنا بندرسها كويس جدا ونشوف هتعمل ايه وانا اقدر اعمل ايه عشان اتجنب الاثر السلبي لو في قناه جديده اشتغلت. زي ما هنتكلم يمكن على قناه الشمال الجنوب دي مهمه جدا، عايز اقول عليها برده، يمكن كان فتره قريبه كانوا بيتكلموا عليها. سياده الفريق، الباخره اللي بتمر الان هي باخره غاز؟ غاز، سفن الغاز الكبيره الموجوده. يعني احنا طبعا زي ما بقول لحضرتك احنا في تنوع في السفن اللي بتعدي في قناه السويس نتيجه تميز قناه السويس. يعني كان بيعدي عندنا ركاب، سفن ركاب، بيعدي عندنا سفن حاملات للسيارات، صب الجاف، صب السائل، الغاز، البترول، كل انواع السفن العالميه كلها بتعدي في قناه السويس. وخاصه بعد ما اتعملت فتح قناه السويس الجديده اصبح بقى في سفن ما كانتش بتيجي وعدد من السفن ما كانش بيجي قبل كده. هل يعني الخصائص لهذه الباخره يعني مختلفه؟ بتبقى مختلفه والتامين ليها بيبقى مختلف. يعني سفن الغاز والبترول واللي شايله مواد كيماويه بيبقى ليها تامين مختلف، سواء بلانشات قطره مصاحبه ليها او بالتعامل معاها في عمليه الارشاد، ان الناس دايما يبقى فيها مسافه بينها وبين السفينه اللي قدامها وراها، لان لا قدر الله لو تحصل اي حادثه لازم نعمل حسابنا، يعني بتبقى دي فيها خطوره شويه. في الفتره الاخيره وكنا بنتحدث عن المنافسه الشرسه في مجال النقل البحري، كانت في بعض الاخبار اللي بتتواتر عن وجود يعني قنوات مختلفه، ربما يعني تصل الهند بايران بروسيا. نحب نعرف من حضرتك، هل التخوفات من انها تاخد حصه من حصتنا حقيقيه ام لا؟ زي ما قلت لحضرتك ان احنا كل تنافس بيظهر او كل حاجه بتقال ان في تنافس احنا بنخلي بالنا وبندرسه ونشوف فيها. مثلا زي ده الممر العالمي اللي هو اللي قالوا عليه اسمه الشمال الجنوب او جنوب الشمال، يعني ده بياخد من بومباي في الهند لغايه المانيا او سان بطرسبرغ في روسيا. طيب الخط ده بياخد طوله حوالي 7500 كيلو متر، بيتقسم لاربع مراحل، بيتقسم الى جزء بحري من ميناء بومباي بالهند الى ميناء جبهار بايران، وده طوله حوالي 700 ميل بحري. وبعد كده البضاعة تنتقل منه إلى السكة الحديد من ميناء جبهار بإيران لميناء أنزلي بإيران، وده طوله 1700 كيلومتر سكة حديد، خلي بالنا سكة حديد. بعد كده يبدأ تنتقل البضاعة مرة أخرى إلى البحر من طريق أنزلي أو ممر أنزلي، يعني ميناء أنزلي، إلى ممر ساجران أو حاجة زي كده في روسيا، وده طوله حوالي 800 ميل بحري. بعد كده بينتقل إلى هامبورغ بألمانيا أو سان بطرسبرغ. سان بطرسبرغ طوله 2300 كيلو متر سكة حديد، وألمانيا هامبورغ بألمانيا 3200 كيلو متر. تخيلي بقى أنت بضاعة بتحطيها، يعني أنت وكيل دلوقتي بحط بضاعة على مركب عشان توصل بخط واحد وان واي زي قناة السويس مثلا، ولا بضاعة خدها تنتظر تنتقل من بحر لسكة حديد لبحر لسكة حديد، ومسافات كبيرة. نيجي برضو نقول طب المراكب اللي هتعدي دي حجمها قد ايه؟ احنا اتكلمنا على 23900 حاويه في مركب. طب احنا لما نيجي نتكلم بقى المراكب دي البضاعه دي هتعوز تنتقل بسكه حديد لمسافات تصل ل 2300 كيلو متر او 3000 كيلو متر. طب احنا القطر اللي موجود ده اللي هيشيل الحاويات دي هيشيل كام قطر؟ يعني لو قلنا ان عربيه القطر الواحده بتاخد حوالي من 4 الى 5 حاويه. لو قلنا في 10 عربيات وده اقصى حاجه ممكن تشيلها، يبقى معنى كده ان احنا بنتكلم على 50 ل 100 حاويه، ل 100 قطر، ل 100 حاويه يعني هياخدهم القطر اللي هو ال 10 عربيات او 15 عربيه. 100 حاويه، 100 حاويه، احنا بنتكلم على 23900 حاويه، قصدي ان هو مش منافس بالمره يعني. سياده الفريق، اللانش اللي عليه المرشد دلوقتي هيبتدي هو اللانش ده بيشيل المرشد، بيجيب المرشد الجديد وبينزل المرشد القديم. بيحصل عمليه تبديل في اكتر من موقع في قناه السويس، غالبا بيبقوا ثلاث مواقع اللي هو بيبقى بورسعيد والاسماعيليه وقرب السويس، ممكن يبقى اكتر من كده طبقا للظروف، لان كل منطقه ليها مرشد خاص بيها. لا 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 مش شرط. لا لا بس عشان احنا ما نقدرش نقعد المرشد مده كبيره على قناه تركيزه بيقل. يعني لما ياخد 11 ساعه، في بعض المرشدين على فكره بياخدوا 11 ساعه لو الظروف صعبه يعني، لكن احنا بنحاول دايما المرشد يبقى ريلاكس ومستريح، يقعد اربع خمس ست ساعات على المركب وينزل علشان يقدر يؤدي كويس، وبيبدله مرشد ثاني. طيب اهو طالع المرشد اثنين، دي مركب كبيره، مركب الغاز دايما بيبقى عليها اثنين
مرشدين مش مرشد واحد. تمام. والمراكب العملاقه والحاويات الكبيره قوي دي بيبقى عليها 2 مرشدين بيكونوا اسمهم كبار مرشدين، ناس قديمه ناس كبيره يعني عندها خبره. سنه خبره مثلا يعني بتبقى حوالي 30-35 سنه مش اقل من كده يعني. فدول 2 وهتلاقي اللي هينزل من فوق برده 2 يعني هتلاقي برضو ينزل من فوق ال نشوف السلم قد ايه كمان برضو زي ما حضرتك بتقول لو في ظروف الجو الصعبه دي بره بقى هنا يمكن ما تبانش قوي لكن في بورسعيد وفي السويس لو البحر وحش بتبقى الموضوع ده بيبقى فيه مشكله بيكون في صعوبه ان المرشدين لان السلم نفسه كمان يتحرك تسمى في المرش ده السلم ده كله تلاقيه طار من الهواء يتحرك ويجي ويروح فيعني عمليه بيسووه طويل سلم كبير يعني بالفعل المرشدين طلعوا دلوقتي هم فوق هيطلعوا بقى لغايه الممشى الممشى ده هو اللي بيدير منه القياده كلها اللي فيه القياده كلها وبعدين يقعد مع المرشد القديم شويه وبعدين المرشد القديم ينزل اوكي فين بالظبط يا فندم الممشى؟ هنا؟ في الممشى اللي هو فوق الرادارات اللي بتلف دي بيطلع هو فوق كده وعمليه التسليم والتسلم بتاخد وقت قد ايه تقريبا؟ بيقعد معاه حوالي ربع ساعه لثلث ساعه حسب تبقى الوقف المركب يعني ساعات تبقى 5 دقايق تبقى لو عملنا ظروف ماشيه يعني خلاص بوقت صغير لكن لازم يقف يستلم معايا يبقى موجود ويقعد معايا ويمشي معايا شويه والسلم بيطلع في هذه الاثناء بيطلع وينزل وينزل مره ثانيه لان مش المفروض المركب تتحرك وفي حاجات على الاجناب متحركه تبقى موجوده يعني لان حتى يعني بدرجه ان هي بتقل يعني المرشد لما بيطلع السفينه بتقلل سرعتها جدا 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 عشان لانش الشارد يعرف يخش والمرشد يعرف يطلع من عناصر الامان انا هستثمر اللحظات دي واحب اسال حضرتك عن الموضوع الخاص بانشاء القناه الجديده وكانت في اراء في الوقت اللي تم تقليص في زمن انشاء حفر القناه من 3 سنين لسنه في بعض الاراء كانوا بيقولوا ايه ضروره ان احنا نعمل كده ونوجه كل هذه الاموال في مشروع واحد مع اننا كنا ممكن ننتظر وقت عادي لتحقيقه. طيب هو برضو احنا لما عملنا الموضوع ده في سنه وفر معانا حاجات كتير قوي. اولا ان العائد بتاع العائد بتاع قناه السويس الجديده جالنا بعد سنه يعني في بدايه السنه كان في مراكب شغاله يعني اول ما افتتحت بعد افتتاح سياده الرئيس في نفس اليوم كان في مراكب بتعدي في قناه السويس الجديده. احنا رجعنا العائد بتاع المبلغ اللي دفع اللي هو ال 20 مليار طبعا احنا ما ننساش ان المصريين جمعوا 64 مليار في اسبوع صحيح عشان يساهموا في قناه السويس ما حدش كان مصدق عايش مصدق طبعا في العالم كله الرئيس الوحيد اللي كان مصدق كانت مجازفه يعني هو الرئيس كان عارف ان الشعب المصري لا هيمول قناه السويس الجديده دي لا هيدفع فلوس واحنا كنا قلنا هناخد كارد هو رفض قال لا دي القناه دي بتاعت الشعب وهم اللي هيمولوا اتمولت فعلا في اسبوع 64 مليار احنا ما كناش محتاجين ال 64 مليار خدنا 20 مليار بس ورجعوا في اقل من 3 شهور كان العائد بتاعهم راجع لان احنا لما زي بقول لحضرتك ان احنا دخلنا في السنه دي 5 مليار و700 مليون دولار يعني حوالي 100 مليار جنيه مصري 100 مليار جنيه مصري في سنه في 12 شهر واحنا دافعين 20 مليار يعني تقريبا في 3 شهور كنا منفذين لمين المبلغ اللي اتدفع ده فطبعا وفي نفس الوقت استفدنا من فروق اسعار العمله برضو العمله كانت طبعا اتغيرت بعد كده بعديها على طول سعر العمله اتغير ده كان هيعمل لنا السعر تريبل لكن احنا بقى استفدنا بقيه المبلغ ده وال 64 مليار في ان احنا عملنا الانفاق جديده عملنا الطرق كلها والمعابر اللي بتادي لشرق القناه عملنا قناه الاسماعيليه الجديده مدينه الاسماعيليه الجديده كل دي 57000 شقه الاسماعيليه الجديده هيسكنها حوالي 300000 واحد ننقل الحياه ودي اهميه ان تكون المشروعات متكامله هي دي بقى. ما تكونش مركزه على جانب واحد صحيح. فقط واحنا برضو احنا بنتكلم احنا ان قناه السويس تبقى حياه يعني القناه السويس القديمه لما اتحفرت من 150 سنه ما كانش في غير مدينه السويس عشان كده اتسمت بقناه السويس صحيح. ما اتسمتش قناه الاسماعيليه ولا بورسعيد ما كانش موجودين المدن دي فلما اتحفرت القناه دي وصلت لغايه بورسعيد اتعملت مدينتين اللي هي الاسماعيليه وبورسعيد وبقى في حياه لما عملنا قناه السويس الجديده برضو عملنا الاسماعيليه الجديده وبرضو بقى في حياه وان شاء الله يبقى في السويس الجديده وبورسعيد الجديده احنا دلوقتي داخلين على القناه الجديده دي القناه الجانبيه اللي هتوصلنا للقناه الجديده اللي هي بتاخد السفن من الجنوب للشمال وهي دي قناه السويس الجديده بقى عايزين نعرف المعلومات الرئيسيه او المؤشرات الرئيسيه للقناه الجديده طبعا هي قناه السويس الجديده اهم حاجه فيها الاعماق يعني احنا وصلنا فيها للعمق اللي هو اللي يوصل السفن اللي غطس تحتها 66 قدم انها تعبر دي ما كانتش موجوده يعني احنا بنقول ان في سفينه 20 متر دلوقتي تحت الميه مش باينين بتعدي بيهم السفينه كنا قبل كده بنكلف 15 متر و14 متر و13 متر ده اتاح لنا سفن عملاقه تخش عندنا ما كانتش بتخش لان الاعماق دي الغطس ده هو اللي بيتحكم في السفينه انها تعبر او ما تعبرش وعشان كده احنا بنقول ان تصنيف القناه لما كانت قناه واحده بس الاول وكانت الغاطس فيها بتاعها اقل من ال 66 قدم
كان التصنيف بتاعها كانش جيد. لما عملنا حفرنا قناة السويس وعمقنا ل 66 قدم وعملنا قناة السويس القديمة 66 قدم اصبح تصنيف قناة السويس من اوائل العبور الممرات المائية اللي موجودة في العالم، اللي هي تعبر او متميزه ان هي تعبر فيها السفن العملاقه بامان وسلام فيها. زي ما بنقول احنا السفينه اللي كان الغطس تحت 16 متر، يعني تحتيها 4 متر بس، بنتكلم 20 متر، يعني لو سمعت ثلاثه يعني 7 ادوار تحت الميه، مش كده؟ عماره 7 ادوار تحت الميه، لو 3 متر الدور، فانت بتتكلم على عماره 7 ادوار، فدي برده مش سهله ان انت تحفر الكميات دي كلها في سنه وتطلعها وتامنيها كمان بشمندرات وعلامات ملاحيه وتطمنها ان السفن هتعدي بسلام في المجرى الملاحي.